ينفعش نحتفل بدون الاخوه المغاربه، واحنا النهارده مخصصين جزء كبير من حلقتنا للاحتفال، فيلا انا وانت نروح للمغرب مع الاستاذه سميره عثمان الكاتبه الصحفيه. اهلا بيك يا فندم، الف 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 مبروك، كل التحيه من القاهره لكل الاشقاء في المغرب، وفوز غير مسبوق يفتح شهيه العرب كلهم. اهلا بيك. اهلا وسهلا. اهلا بكم وشكرا لكم على هذا الفرح المشترك من المحيط إلى الخليج. نشكر كل الشعوب العربية التي ساندت المنتخب المغربي في قطر 2022. لا ده أنتوا اللي فرحتونا النهاردة الصراحة، حالة الفرحة في كل الدول العربية غير مسبوقة، كل واحد النهاردة عنده شعور أنه هو مغربي، المصريين عندهم شعور أن احنا مغاربة، السعوديين، اليمن، السودان، كل مكان بنحتفل معاكو. احكي لنا عن الأجواء في المغرب النهاردة. بصراحة الأجواء خيالية، يعني الناس فرحانة بشكل لا يوصف، يعني كأنها تعيش حلم، ويقولون هل نحن وصلنا بحق إلى نصف النهائي؟ هل نحن فعلا تغلبنا على إسبانيا ثم على البرتغال؟ هناك أجواء فرحة عارمة لا توصف، لا توصف، يعني كل بيت مغربي هنا من طنجة إلى القويرة بكل المدن المغربية، يعني والشوارع المغربية، هناك فرحة كبيرة جدا بهذا الإنجاز كما قلت أستاذة التاريخي. أستاذة سميرة، يعني وإحنا بنتابع من بداية المونديال كان في بعض الناس تنتقد، تقول لك الرجراجي التشكيلة بتاعته، الخطة اللي داخل بيها، يا ترى هو عايز يعمل إيه، يا ترى هو صح ولا غلط، هو الحقيقة تمسك بالتشكيلة وتمسك بالخطة وفاجئ وأذهل الناس كلها. النهاردة بقى الناس بتبص إزاي للرجراجي والتجربة بتاعته، وبعد ما كانوا بينتقدوه شوية. صحيح أن في أول مباراة مع كرواتيا كان هناك انتقاد لأسلوب اللعب الغير المفتوح للمدرب الرجراجي، لكن هذا الأسلوب أثبت نجاعته فعلا أمام أكبر الفرق، المنتخبات عفوا التي لعب أمامها المغرب، يعني بكتيبتها من النجوم، فتبين أن هذا الأسلوب هو أسلوب يعني حقق أن المغرب يصل إلى النصف النهائي. فنحن نشكر الرجراجي على هذه الذكاء الذي تعامل به مع الفرق، أنه درس الفرق جيدا التي لعب أمامها، فاستطاع فعلا أن يجعل أن يصل بنا إلى نصف نهائي منتخب بدون أهداف إلا إن شاء الله الكاس أكراد، وهي نعتبرها نيران صديقة. فهذا إنجاز نحيي عليه الوليد الرجراجي الذي تولى زمام قيادة المنتخب في بعد قبل شهرين من بداية مونديال قطر 2022. نعم، الحقيقة كمان أنه روعة تجربة الرجراجي أنه مدرب وطني، وبالتالي لما لا يتحقق ده في بقية الدول العربية، فبنحيي هذه التجربة الفريدة للرجراجي، الحقيقة أثبت أنه مدرب من طراز ومن نوعية خاصة. أستاذة سميرة، أيضا إحنا شفنا المرة اللي فاتت يعني في الجماهير والتفافهم حول جلالة الملك لما نزل الشارع، نتوقع أيضا مشاهد مماثلة اليوم. حدثينا كمان عن الأجواء الرسمية وكيف تحتفل الدوائر الرسمية كمان في المغرب بهذا الفوز. يعني حاليا لا يوجد أي فيديو يعني متداول بخصوص مشاركة الملك للفرح أو لشخصية مهمة في البلد. أعود إلى الفيديوهات السابقة، يعني أن ينزل ملك البلاد مع ولي عهده ومع شقيقه الأمير مولاي رشيد ومع ولي عهده الأمير مولاي الحسن إلى الشوارع ويتقاسمون هذه الفرحة، فهذا دليل على أن هذا الإنجاز السابق والحالي سيظل راسخا في قلوبنا، يعني بان عن اللحمة عن أن فرحنا واحد وعن سعادتنا واحدة. جميل جدا. طيب توقعاتك بقى، يعني أو تفضلوا تلعبوا مع فرنسا ولا مع انجلترا؟ طبعا احنا منتظرين مباراة قوية للغاية برضو المغرب وفرنسا، وبنقول انه ربما يكون المباراه القادمه لو مع فرنسا بنكهه وطابع خاص، ايه راي حضرتك؟ هي ان نحن ننتظر نتائج فرنسا وانجلترا. لو فازت انجلترا اكيد في بعض اللاعبين يلعبون في الدوري الانجليزي، سيكون هناك
يعني عارفين بعض. لو مع فرنسا فأكيد عندنا لاعبين بيلعبوا بالدوري الفرنسي طبعًا. أكيد راح يعرفوا اللاعبين وجالية كبيرة في فرنسا. أنا بصراحة أفضل ألعب نلعب مع فرنسا. مع فرنسا, مع فرنسا. ومنصورين يا رب عليهم يعني إن شاء الله. يعني برضو فوز المغاربة, حققوا فوز برضو له دلالة على إسبانيا, على البرتغال, ولو حصل على فرنسا انت عارف حركة المقاربات التاريخية, فدي جزء أيضا من فرحتنا كعرب بمنتخب المغربي. عارف لو المغرب فاز على في النصف النهائي, لو تأهلت فرنسا على حساب إنجلترا ولعبنا فرنسا, فاحنا سنلعب مع ثلاث دول استعمرت المغرب في فترات التاريخ. والثالثه تبت بقى, الثالثه تبت احتلونا مره, والبرتغال احتلونا وفرنسا كانت مع الاحتلال. فانا بهذا ان احنا سنلعب مع ثلاث دول عندها يعني عداوة تاريخية, وإحنا معاكم وفي ظهركم واقفين معاكم وبنشجعكم لحد آخر إن شاء الله, لحد الكاس يا رب. بنشكرك شكرا جزيلا سميرة عثماني, الكاتبة الصحفية المغربية, شكرا جزيلا ليكي من